اكيد كل الناس النهارده مستنيه حديث الكابتن احمد الشناوي، هل البنا النهارده عمل مباراه كبيره ولا لا؟ في لقطات كتيره ولا لا؟ اختلافات في وجهات النظر، ياخد كم من 10؟ فقره خاص وحصري مع العالمي الكابتن احمد الشناوي. كابتن احمد، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، مساء الخير يا كباتن. النهارده مباراه النادي الاهلي وبيراميدز كان الحكم فيها محمود البنا مع احمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، دول الحكام المصريين. كان الحكم الرابع احمد عيسى من الامارات الشقيق، وعلى تقنيه الفار كان عمر محمد وبيساعده جاسم عبد الله. عايز اقول ان يعني البنا كان هادي والحاجات دي كلها، لكن الاخطاء التحكيميه وارده في اي مباراه نهائيه، دي شيء ما نقللش من اداؤه، لكن كان تقنيه الفار النهارده عنده جزئيه كبيره لازم كان يشتغل عليها، ما اشتغلش عليها. نشوف اول حاله وهي حاله اللعبه. هل اللعبه دي، هل هناك في، بص بقى، هنا ما فيش فرصه لان في لاعب جاي قريب، الفرصه المحققه مش موجوده. لكن لو كانوا دول ابعدوا بعدين، هنا اللعيب بيمنع في لاعب تاني جاي، فالفرصه المحققه مش موجوده، تعتبر تبع الهجمه الواعده، وبالتالي الانذار فيها قرار صحيح، وبالتالي الفار ما جابوش، لان طبعا الفرصه المحققه لان المسافه بعيده وفي اتنين جايين من مدافعين قريبين جدا، والانذار هو انذار مستحق، القرار قرار صحيح من محمود البنا. هنيجي هنا، كان علي جبر خد انذار. هنشوف التسديده لما نشوفها، طبعا هنا لا يعاقب بلمسه يد، طبعا هنا الايد بالشكل ده كده، هنا الايد بالشكل ده خلاص، ايد اللي هي يعني عايز اقول الايد ايه؟ الايد طبقا لحركه الجسم في الوضع ده حركه طبيعيه جدا، وبالتالي لا يعاقب، لان الكره راحت على الايد وليست الايد راحت على الكره، فطبعا عدم يعني ما فيهاش لمسه يد، والقرار باستمرار القرار لعب صحيح. نشوف هنا لعبه، ما هنا محمد بقى شريف، الناس بتقول لك ده راح يضرب، لا نرجع بس من الهوا تاني، نرجع من الهوا تاني، من اللايف تاني ورا، بس هنا بص، بس نقف هنا، بصوا بقى مين اللي قدام؟ محمد شريف. هو رايح يعمل ايه؟ رايح وعايز يوقف الكوره، مش رايح يضرب. مين اللي جاي من ورا؟ لاعب البيراميدز. فبالتالي القوه المستخدمه مش موجوده، انه رايح يوقف كوره، مش رايح يضرب لاعب بيلتحم مع لاعب. نشوفها، نمشي بقى كده، نمشي. بص الكوره لما تتلعب بقى، هو طالع عشان يوقف الكوره. بص عايز يستقبل الكره، هنا اللعيب اللي قرب خلاص، فطبعا والقوه المستخدمه مش هي، والانذار هنا القرار قرار صحيح والانذار مستحق. هنيجي لركله الجزاء. طبعا هو كهربا يعني خلق لنفسه المساحه اللي اي تلامس ليه يحصل له بعد كده هياخد خطا، سواء خارج منطقه الجزاء او داخل منطقه الجزاء، فبالتالي ركله الجزاء قرار صحيح. بص هنا خلاص، وقلنا اللعيب طبعا خلاص فقد كل حاجه، فقد الكوره، فقد التوازن، عرقل كهربا ودفع كهربا، فبالتالي ركله الجزاء صحيحه وقرار الحكم قرار صحيح بالاحتساب، والفار اكد له هذا القرار. نيجي بعد كده في لعبه كنت اتمنى من حكم الفيديو ان هو يجيب فيها اللعبه دي. هنا يعني هنا تشوف اللعيب بتاع بيراميدز ما بيلتحمش للكوره، لان بقى تشوف، بص حسين الشحات خد الكوره في الاتجاه ده وبعدين عكس الاتجاه، بص اللعيب راح فين؟ ساب الكوره. يعني هنرجع بس نرجع من اللقطه دي، هنا بيرجع هتلاقي لاعب بيراميدز مش رايح للكوره، ده مش التحام عادل، لان هو بص الكوره فين وهو رايح بالشكل ده، وبالتالي هنا القرار هنا كان لابد من ركله جزاء، وحكم المباراه يعني الفار كان لازم يستدعيه. طبعا البنا بعيد والرؤيه، ولو ادى حسين الشحاته فرصه يا كابتن كان حط، لو ادى حسين الشحات فرصه كان حط جسمه. لا بص الايد والدفع، لا هو أيوة هو أيوة. علي راح لحسين ما راحش للكوره، لو اداله يا كابتن فرصه، بص كان حسين رجع تاني حط جسمه قدامه. ما هو ما في استخدامات الزراعه الدفع واضح جدا. لا انا متفق مع حضرتك، انا بايدك يا كابتن. يعني انا بتكلم في يعني هو حكم الفيديو، انا مش عارف ليه ما استدعوهوش، واضح جدا الخطا واضح. يعني انا عايز اقول يمكن وضوح الخطا في اللعبه دي اكتر من حتى الايد يا كابتن راحه، يعني ايد علي راحه، واضح جدا هو مش رايح للكوره. الالتحام ممكن ده لو كانت الكوره في الاتجاه ده وهو بالشكل ده، كانت الكوره في اتجاه وهو بيمنع
بص حسين الشحات عايز يروح ورا الكره، هو بيمنعه الكره راح 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 شمال اللاعب والمدافع، بيحصل الدفع لحسين الشحات. فبالتالي انا شايف ان كان في ركله جزاء كان على حكم الفيديو، لان محمود البنا ورا زي ما انتم شايفين التفاصيل دي مش شايفها، كان لازم حكم الفيديو كان لازم يجيبه ويوري له التفاصيل دي، والقرار في الاول وفي الاخر لمحمود البنا. فدي الحاله اللي كانت لابد منها تتحسب. هنيجي للحاله اللي بعد كده، هنا الناس تقول لك الفاول ده احتسبه بالشكل ده على مين؟ هنا مين بقى مين لعب الكوره؟ لاعب الاهلي. مين اللي بيروح يلتحم؟ لاعب بيراميدز. انا لعبت الكوره وشيء طبيعي رجله بالشكل ده، بص هو بيلعب الكوره، بص بقى اللاعب هو اللي بيكمل ورايح فيه. طب انا اعمل ايه؟ انا رجلي رفعتها كده يعني خلاص، الحركه بتاعت رجل لاعب النادي الاهلي مش طبيعي جدا هتفضل فوق في العالي، الالتحام جاي من لاعب بيراميدز. وبالتالي محمود البنا في احتسابه الخطا على لاعب بيراميدز قرار صحيح، ما هوش قرار اللي حصل عليه اعتراض والناس مش عاجبه، لا الفاول واضح. مين اللي بيلعب الكوره؟ مين وصل لها ولعبها الاول؟ لاعب النادي الاهلي. فبالتالي القرار قرار. الحاجه الاخيره بقى اللي كنت اتمناها، يعني محمد الشناوي بالشكل اللي عمله ده كان لازم ياخد انذار. طبعا تقول لي حكم الفار ما تدخلش بالشكل اللي بيعمله ده، كان لازم هنا بقى كان ده دور يعني الحكم، لكن محمود البنا حب ان يعني ايه بيهدي الامور وشايف اشتباكات كتيره، ولكن كان على الاقل هنا محمد الشناوي لازم ياخد انذار، وانا بعتبر التصرف ده يعني ما ينفعش. حارس مرمى مصر والنادي الاهلي والحاجات دي كلها ما ينفعش ردود افعاله تكون بالشكل ده، لان ممكن جدا لو النهارده الحكم شاف كده يطرد او حاجه من دي. لكن لابد ان كان محمود البنا يتعامل مع محمد الشناوي بشكل افضل من كده خاصه في الحاله دي. بشكرك كابتن احمد. انا بشكرك جدا. كم من 10 البنا؟ يعني مش عايزين نقول كم من 10، انما المباراه كانت صعبه جدا، وهو لو يعني هي كم من 10 يمن عينها كابتن؟ لا يعني هو ادى المباراه بشكل جيد، ولكن الانذارات اللي كان لازم يديها في كام يا كابتن من 10؟ يا كابتن في بلاش كم من 10؟ ليه يا كابتن هيحصل ايه؟ انا ما بديش من 10، انا بدي الاداء بشكل طب عام. الاداء ايه يا كابتن؟ الاداء يعني هو بشكل كويس، لكن كان لابد انه يتعامل مع الحاجات بشكل اقوى من كده. شرفتنا يا كابتن. انا